فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل فاتته الصلاة، فهل يصلي في بيته ليستر على نفسه، أم يصلي في المسجد ليحصل على أجر الصلاة في المسجد؟ هو بالخيار، إن شاء صلى في بيته وإن شاء صلى في المسجد، لكن صلاته في المسجد أحسن، من أجل لعله أن يأتي من يصلي معه، لعله يأتي من يصلي معه. نعم.